ابيع خردة او ايه؟ ايه خردة ابيع خردة؟ ما فيش فلوس معايا، انا محتاج بس حتى لو هقعد في الشارع، ابات في الشارع يومين بس. اخذك ويا الشباب مركز مع الشباب، بخليهم باش تروح شوف لك سكن، يعني كضيف خير ان شاء الله هسه. وكوبايه مي حاجه بس كلها بقالي من الصبح. اسف والله يا عمي. لا والله اسف. اي والله يا لازم هاي حطب الجنطه مالتك. يا الله يكرمك والله. اسمع علي. الله يكرمك. حطب الجنطه. وهاي حلوياتها من حطب الجنطه. هاي الجنطه. اساعدك؟ لا. احب اشكرك على اللي انت عملته معايا. ابي خاطي الناس اللي بعضيها، انتهى الموضوع. وكنا اخوان هنا وبغربه. انا والله انا اسف بس انا يعني تفضل. شنو هاي؟ تفضل. ليش مو انت محتاج وتروح؟ كلنا محتاجين لله. اي امشي بس اللي حضرتك عملته معايا ده مش قليل. انت خوي يعني انت احنا كلنا اخوات يعني احنا خلينا نديك حضن بس الاول. الله يعزك يا رب. تفضل انت. شنو هديه؟ شنو غايتك؟ شنو القصد يعني؟ حضرتك ساعدتني. ايه وربنا يساعدك. خلي تفضل دول اول. ان شاء الله كفوا الايجار وزياده. الله يسعدك. تفضل. خجلتني